كنتكلموا على مهنة اللي جديدة في المغرب وتعطاتها انطلاقة جديدة في المغرب بنفس جديد. ربما هي مهنة كانت حكر على الرجل، لكن اليوم أصبح للمرأة دور فعال من خلالها. إنه أول صعوبة هي النضج الذكوري، إنه فعلا يعني الناس مش متقبلة أي حاجة جديدة خالص. يعني إيه ست تبقى مأذونة؟ بيتدخلوا فيما يعنيهم أو لا يعنيهم، يعني يتدخلوا في الشرع يجوز أو لا يجوز. طيب هو كون إن فكرة ست تبقى مأذون أكيد اتدرست من جميع النواحي القانونية والشرعية علشان يتم الموافقة على عمل المأذون، فما فيش مجال لأنه إن حد يعترض بدون ما يكون دارس أو واعي للي هو بيتكلم فيه. طبعا دي أول صعوبة واجهتنا، إنه في أول عقد بالنسبة للمأذون الست إن هي تروح أول عقد قران بالنسبة لي ده كان أصعب حاجة. الإشكال طرح فقط في عقود الزواج، ربما عقود أخرى لم يطرح إشكال، وإنما عقود الزواج كانت لها خصوصية. هقولك على حاجة، أولا عقد الزواج من أسمى العقود اللي ربنا خلقها، ليها رونق، ليها روحانيات جميلة، بتبقي راحة وانت مبسوطة، كل اللي حواليك مبسوطين فرحانين، وكمان دخولك ببهجة وثقة في النفس، ويعني دي لوحدها بتخلي كل اللي حواليك يقتنع انه ينفع فعلا الست تبقى مأذون وتشغل كل المهن اللي هي حكر على الرجال. تمام، فأول صعوبة واجهتني كانت في أول عقد أنا قمت بيه، وكان عقد زواج. طبعا بس أنا يعني الحمد لله أنا يعني من وجهة نظري بشوف إن الست لازم اللي يعني يتم ترشحها لمهنة مأذون أو تفكر إن هي تشتغل مأذون أو ترشح نفسها، إن هي تكون في ثقة في النفس جامدة جدا، مش هقول جراءة، هقول ثقة في النفس. ثقة في النفس بتخلي كل اللي موجودين حواليها يتعاملوا معاها من المنطلق ده، انه مش اي حد ممكن يوجه لي كلمة توترني او تقلقني، لا انا هقدر اسيطر على كل اللي موجودين وهتعامل معاهم بقدر عقول كل واحد فيهم. النقطة دي كانت بتضايقني، ان انا مش عايزة اتعامل مع كل واحد بعقله، لكن مع مرور الوقت لقيت انه لا، انا فعلا انه انا واجب عليا ان انا اتعامل مع كل واحد بمقدار عقله، يعني مش هاخد كل حاجة على اعصابي وتوترني. في الزواج ما كانش في اي مشكلات بتقابلني غير النقطة دي بس، انك انت راح عقد كل موجودين فيه رجال، فكل واحد بقى عايز يتكلم كلمة، وانت المفروض ان انت تبقي واعية لكل التصرفات اللي حواليكي وقادرة انك انت تثبتي وجودك في المهنة دي. تمام، اما بقية العقود اللي هو عقد الطلاق فما كانتش بتواجهنا فيه اي صعوبات، غير اني انا نفسي ببقى يعني متضايقة من اجراء العقد. طبعا بيبقى انفصال كل اللي حواليكي، الجو العام مش يعني مش فرح. روح اليوم كيفاش غادي المجتمع يتقبل حضور المرأة في إبرام بعض العقود؟ ربما هي العقود عقود الإراثة، عقود يعني البيوعات إلى غير ذلك، ما غيتطرحش فيها إشكال كبير. ربما حتى عقود الطلاقات الاتفاقية أو لا الإشهادات بالطلاق ما غيكونش فيها إشكال، لأنه ربما غتكون فرصة للمرأة أنها تكون كتواصل مع مرأة في حالها، غيكون عندها واحد الوقع إيجابي. ربما الإشكال غيتطرح في عقود الزواج، كيفاش غيكون التعامل معها؟ يعني انتما كيفاش هيئتوا نفسكم، خاصة وأنه خلال الأسبوع المنصرم صرح لنا الدكتور بوشعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية سد العدول بأنه السيدات العدلات سيقومن بنفس العمل ديال سد العدول، ما كاينش فرق نهائيا في إبرام أي عقد كيف ما بغى يكون، سواء غتشتغل السيدة العدل إلى جنب سيدة عدل أخرى، أو لا سيدة العدل مع سيد العدول، أو لا سيدة العدول زوج. إذن ما كاينش نهائيا أدنى فرق ما بين المرأة والرجل في الممارسة ديال المهنة. بالنسبة نود نوضح واحد النقطة، أن نظام التوثيق العدلي في المغرب يعتمد على نظام الكتابة والتوثيق ونظام الإشهاد، عكس التجربة المصرية اللي كدير مأذون شرعي.
وبالنسبة لهذه الصورة اللي كنحصروا فيها عمل السيد العدل أنه فقط محصور في الزواج والطلاق، السيد العدل يتلقى جميع العقود وله واسع الصلاحيات في جميع الاختصاصات إلا ما خالف الشرع والقانون، يعني يمنع التعامل خارج دائرة التعامل ما يخالف النظام العام. يعني التوثيق العدلي له الولاية العامة في صياغة جميع العقود بما في ذلك الأحوال الشخصية، بما في ذلك المعاملات العقارية، المعاملات المالية، مدونة التجارة، مدونة الضرائب، الأصول التجارية. إضافة إلى هذه الاختصاصات هناك اختصاصات حصرية. لماذا؟ لأنك قلت أن النظام التوثيق العدلي فيه ازدواجية، نظام الكتابة والتوثيق ونظام الإشهاد، فكل عدل موثق وليس كل موثق عدل، لأن العدل يكتب ويشهد في آن واحد، بينما الموثق يكتب فقط، لأن هناك اختصاصات حصرية لسيد العدل، مثلا في إقامة رسوم الملكيات بالنسبة للعقار الغير المحفظ، بالنسبة للمتعاقد الذي لا يتوفر على سند تملك هناك شهادة لفيفية يمليه بأن هناك أشخاص أنه حاز وتصرف فيه، يعني ذلك الشروط ديال الحيازة الاستحقاقية. نعم. زائد ذلك الشهادة الإدارية اللي كيجيبها من السلطة المحلية أنها تنفي الصبغة الجماعية أو الحبسية. كذلك اختصاصه حصري في عقد الحبس أو عقد الوقف الذي تطرقت إليه مدونة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذا اختصاص حصري على في عمل سيد العدل. كذلك التحديد الإداري للأراضي السلالية، وهناك هناك اختصاصات حصرية واختصاصات واسعة. لماذا لا حصر لها؟ لماذا؟ لأن السيد العدل يقوم السيد العدل الموثق يقوم بصناعة الوثيقة، لأنها مهنة تهتم هي صناعة وفن. صناعة وفن لماذا؟ لأنه دائما يصنع الوثيقة طبقا لمتطلبات الحياة اليومية التي تتغير، لأن أحوال الناس تتغير وتتبدل. أنا أم لطفلين، يعني كبير عنده 7 سنوات وصغير 5 سنوات. فانتي كيف ما كتعرفوا الوليدات الصغار يعني ضروري ما كيبغيو ينوعوا الالعاب ديالهم، واخا يعني كيكونوا عندهم العاب يدويه يعني موفرين لهم العاب يدويه كثيره يعني عندهم باش يلعبوا، ولكن تيبقى دائما واحد النقطه ديال اللعب ديالهم وديال انهم باش يحيدوا هذاك القنطه ديال هذوك الالعاب خاصهم ضروري يمشيوا يشوفوا يعني الرسوم المتحركه على التلفاز او على التابلت او على البورتابل. فمن فيديو لفيديو، واخا حنا ما نكونوش يعني ورينا لهم الالعاب الالكترونيه، هما غادي يدخلوا ليها بواحد التلقائيه غير مباشره، يعني الا خداو التابلت او الا خداو البورطابل ودخلوا كيتفرجوا في الفيديو ديال الرسوم المتحركه مثلا، ففيديو غادي يديهم يقدر يخرجهم لفيديو اخر اللي كيعطي العاب الكترونيه هكذا تيحاولوا انهم يتعلموا بوحديتهم. مثلا بحال دابا ولدي الكبير واخا 7 سنوات، فراه كان كيتفرج من قبل ما يدير 7 سنوات، يعني كان دائما متبع الرسوم المتحركه وبدا كيعرف بزاف ديال الالعاب الالكترونيه، يعني كياخذ البورطابل وبدا كيلعب. فحتى الولد الصغير يعني شافوا شنو كيدير، فكذلك حتى هو يعني ولا كيحيد الالعاب اليدويه من يديه، يعني لي جوي اللي كنشريو ليهم، وكيمشيو تيبغيو باش يلعبوا في البورطابل وفي التابلت، يعني حتى التلفازه ما بقاتش مقنعاهم انهم باش يتفرجوا فقط غير في الرسوم المتحركه على التلفازه، فولاو كيفضلوا انهم ياخذوا التابلت وياخذوا البورطابل ويبداو يلعبوا. الان عبد ديال داك اللعبه. اذا في الحياه الاسريه لا سيما فيها تيولي الزوج او الزوجه ما تيجي شيء ويحضر عن هذا الإدمان في اللاعب غير هكذاك. إذن أولا غالبا ما تيكون هناك واحد الخمول في العلاقة، واحد البرودة في العلاقة، ما تيكون شيء واحد
الحياة أسريا. إذن حتى يكون حتى كل واحد شد طريق، راه ما تيبدا شي غير بالله. إذن شنو تيتولد عليه؟ تيتولد عليه واحد الفراغ العاطفي ما بين جانب أو الآخر. الوليدات هما طول بحال اللي تيعيشوا غير الخدمة، ياكلوا الدار بحال لوطيل، وتيوليو الوليدات ها هما دخلوا ها هما دونك لا روتين ديال كل نهار. إذن هنا تيولي واحد البرودة في التعايش، ما كاينش عيشة زوينة اللي هي فيها نشاط وفيها ضحك وفيها نكات وفيها نتصل باش نسول فيك وفيها جيتي اجي موجدين حنايا واحد البروغرام. إذن الناس تلفوا ولقاو واحد السكينة في هاد الألعاب. قبل ما نهضر على الألعاب، السكينة في الهاتف، ولا سيما هاد الهواتف الذكية ولكن المخربة عقليا، اللي هي تتعطينا كل شيء وتتعطينا كل شيء بسهولة. فين غير مجرد كليك كتعطيك اللي بغيتي في متناول. إذن كل واحد فينا، أنا غير نهضر على الأزواج، على على على, على, على الرجال، كل حاجة محروم من هذاك الراجل غادي يلقاها عنده مبسطة في قلب فراش وفي قلب دار، وما تيدير حتى شي مجهود. إذن كليك يوصل لجميع المعلومات المحتاجة. لاش معلومات؟ تيوصل لكل شيء قدامه. حتى المرأة اللي تهضر معاه كاينة. إذن حتى صور كاينة. إذن التكنولوجيا على قدر ما هي كانت إيجابية للناس، على قدر ما هي مدمرة لعقول الناس. طب عندنا مفاد ديال الأطفال هربوا من ديورهم واستقبلهم الشارع ودخلوا للعالم الضعارة من بابه الواسع، علاش حنا كنفرطوا في وليداتنا؟ حنا إلا ما رحمناهمش اللي والديهم شكون غادي يرحمهم؟ إذا راه كاين ذئاب بشرية في سميتو خارج المنزل، كان غيطلقوا هذا الذئب يشدوا هذا الذئب. وإذا كانت فتاة غتبقى تولد لينا هاد الضحايا، هاد العام كتولد واحد والآخر العام الجاي تولد واحد وهكذا. فالطفل بحاجة للحماية، خص الوالدين يوعاو بأن إلا وقعت الفاس في الراس راه داك الطفل محتاج أول حاجة هو الوالدين. والوالدين ملي كيكونوا متفاهمين راه كيعرضوا الطفل ديالهم على طبيب نفساني، يعني الحصص ديال الطبيب النفساني جد مهمة في العلاج ديال هذا الطفل. اولا كيكون نصف العلاج كيكون ملي تياخذ حقه، ملي كتنصفوا العداله ها النصف ديال العلاج، النصف الاخر تيكون على الطبيب النفساني والعائله ديال الطفل. ما كيقولوليش انت هو السبب، انت هو لا، انت غير ضحيه، انت صغير، انت ما عرفتيش، حنا معاك وحنا غناخذوا ليك حقك. هنا كيطلع هذا الطفل متوازن في نفسيته، متوازن. وانا سمعت من الاستاذات بان هذا الطفل اللي تعرض لاعتداء جنسي يقدر يمارس حتى هو اعتداء جنسي ملي يكبر على اطفال اخرين. الا ماشي من الضروره، الا هذا الطفل الا كان مثلا لنجي. نعم كاينين حالات اللي ربما تعرضوا لاعتداءات ومن بعد الصباح هو معتدي. علاش؟ لانه ما شافوش طبيب نفساني، لانه ما كانوش في واحد الاسره متفهمه، ما كانوش في واحد المحيط اللي يحسوه بان هذيك جريمه وتنبذوها كل الديانات وكل اعراف وكل مواثيق. يعني كيف ما كانت هذه الديانه او هذا المجتمع تنبذ هذه الجريمه؟ وتنقولوا حنا مجتمع محافظ، منين اختي هذا مجتمع محافظ؟ ما كاينش، انا نقول ما كاينش مجتمع محافظ. وفين تيكثروا المصائب وزنا المحارم؟ في المجتمعات المحافظه والمنغلقه بين قوسين. ما عندناش المدينه الفاضله او مدينه افلاطون، كيف المجتمعات المحافظه والمنغلقه كاين كثير ديال زنا المحارم اللي كيمشيو لولادهم، اللي كيمشيو لولاد اختو، ولاد خاو، يعني باه خوه عمو. هنا في المجتمعات المحافظه يعني ما كاينش نقولوا هذا حيت شمكار او حيت هذا،
يعني متشرد او هذا سكير او عربيد هادو اللي غادي يقوموا بهذه العمليه. لا حبيبتي، هذه الجريمه تيقوم بها تيقترفها حق الاطفال، تيقترفها المثقف والواعي والقاري والمتزوج والعازب والبائع المتجول والفقهاء ورجال الدين. شحال من فقيه عندنا الملف ديالو، الملف اللي حصلنا فقيه في السمعات يمارس على بنت عندها 8 سنين لحيتو تال على يحشم منها الشيطان، هذا فقيه وكيصلي بالناس. يعني ما نقولوش لا حيت كرير حيت هذا حيت مدخول الوالدين حيت لا 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 لا، كتشوفي فيه راه عنده الوجه ديال الحمل، ولكن داخله وحش كاسر وذئب مفترس. ما عندناش يعني حتى البيدوفيل او اللي كيغتصب الاطفال ما كتشوفيش فيه الشر، او لا كتقولي هذا قتال ولا مذبح ولا عفوا يعطيه مصيبه. لا اله الا الله، هاروني هاروني، لقاو لقاو في كوميساريه، لقاو في بريغاد، لقاو في المحكمه، قاروني يعطيهم قرا. قلت لك هذا لا بالله. ختاما غنتقل عند الاستاذ نجلاء. استاذ نجلاء، رساله مباشره اذا ما تحدثتش. مباشرة لازم نعلم ابني يعني ايه سر، لانه احنا عندنا دي مشكله انه دايما يقول له ده سر ما بيننا، وخاصه الاولاد اللي هم بيكون عندهم فقد للاهتمام وللحنان والشخص الاخر هو اللي بيقدمه لهم. فانا لازم اعلم ابني الفرق بين الاسرار السيئه والاسرار الجيده. ولازم يكون في قاعده عندنا في البيت ان واحد على الاقل من الوالدين يكون عارف السر. مفيش حاجه اسمها سر على الوالد والوالده في نفس الوقت. ولنفرض اني بعمل عيد ميلاد، بعمل مفاجاه، ده سر جيد. بعرفه ازاي للولد؟ اذا انت في يوم من الايام حبيت تحكي لي هذا السر لن تخجل. فبالتالي هو بيقدر يفرق بين السر الجيد والسر السيء. حاجة تانية للأهل، 80% من حوادث الاغتصاب بتحدث في أماكن آمنة، 35% من حوادث الاغتصاب بتحدث من ناس في دائرة مقربة جدا من الطفل. فبالتالي أنا كأهل لازم لا أعطي الأمان لأي مخلوق على وجه الأرض مهما كان هو مين، بلتزم بعلم ابني وكمان برأبه. وختاما ربنا يحفظ كل اولادنا من كل سوء ومن كل شر يا رب.